كان التفاوض بيتم ازاي؟ كان استاذ مرتضى بيبلغنا، كان في ساعتها استاذ مرتضى بياخد اراء بعض الناس القريبين منه، يعني زي كابتن طارق يحيى، كابتن فاروق، مجموعه معينه من لعيبه الكوره، وكابتن اسماعيل طبعا. كنا بن 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 في حسب لعيبه، في لعيبه كانت بتجي لي البيت، معظم الصفقات كانت عندي في البيت، في شقتي، في البيت عندي. يعني كانت مسألة صعبة جدا، بس كنا بنجيب لهم الفلوس بيستلموها بيمضوا. كان اللعيبة أصلا مستغربة، يعني في فلوس، يعني في لعيب حقيقي، هو قال قصة حقيقية، حسين السيد لاعب الأهلي، جبت له فلوس، وهو ساعتها قال لي هو نادي الزمالك فيه فلوس، أنت جبت الفلوس دي ازاي؟ لان ساعتها السمعه سيئه جدا. ما مضيتوش انت؟ ما مضيتوش، لان هو والده زملكاوي ووالدته اهلاويه، وقال لي الكلام ده، فيعني هيشوف مع اهله وكده. فانا احترمته، حتى تاني يوم مضى للاهلي بعت له رساله قلت له مبروك، لان الكوره والرياضه عامه هي التنافس لازم يكون شريف. لعيب ابدى رغبته في وجوده للزمالك هيدي للزمالك، لعيب ابدى رغبته في وجوده في نادي اخر زي النادي الاهلي هو حر، يعني ما تقدرش. هل التفنيشه الاخيره هو اللقاء المستشار مرتضى، ولا لو رابط الدنيا يخش؟ لا، يعني معظم الامور دايما لازم تنتهي عنده. يعني بتبدا عنده، هو بيدينا توجيه معين، بننزل. بص، كل لعيب ليه طريقه، وكل لعيب يعني ليه دخله. طبعا في مواقف كتير الواحد تعرض لها وريته اختلافات اللعيبه واختلافات الوكلاء، لان الوكيل بيكون مسيطر على اللعيب بشكل كبير. اللعيب بينفذ، الوكيل بيقول له اقفل تليفونك اقفل تليفونك. بس انت وامير بتحضنوا الوكيل، انا في كل الصفقات بحس كده، انا بحس ان الوكيل ده من تلتكم. لازم، يعني لان الوضع اتغير عن زمان. زمان كنت تقدر تاخد اللعيب من غير وكيله، زمان في ايام بقى مصطفى جعفر واللعيبه دي، وانا فاكر لان كان ليا يد في صفقه زي عمرو زكي مثلا، انا اللي رحت جبته من المطار. افتكر ان النادي الاهلي كان بعت مندوب وانا كنت متواجد، اللعيب جه معايا، يعني ركب. يعني انتوا الاثنين رايحين المطار تستقبلوه؟ ازاي؟ رايحين نستقبله. وانا واقف استقبله، كان هو راكب عربيتي. يعني انا فضلت واقف مستنيه، ومندوب الاهلي كان موجود وركب عربيتي. وخدته ساعتها على الاستاد، كان عندنا ماتش تقريبا مع المقاولين او حاجه زي كده، وخدته على الاستاد على طول. فكل وضع بيختلف، يعني صفقه عبد الله السعيد حاجه، صفقه باسم مرسي حاجه، صفقه خالد قمر حاجه تانية، صفقه لعيب اجنبي، يعني كله بيختلف. كله بيختلف.